خطأ على الناموس. هنا رميتين، الأولى سجلها. مباراة امتدت إلى وقت إضافي. هذا هو تشامبمان، الرمية والمتابعة إلى تشامبمان وتصويبه والمتابعة ويسجل أيضا. متابعة هناك، مباراة ما بين حسن محمد أمير واللاعب. شوف هذه الكرة سهلة، والمتابعة سجلها اللاعب محمد السويد. المتابعة سجلها محمد السويد. 70-73. هجمة للفريق. هنا داخل عبد الجبار، داخل يلعبها الوين إلى أوهو، لعبها تشامبمان نجم المباراة بلا منازع. هذا اللاعب نعم هو يقود الهلال في اللحظات الحاسمة. رميتين لتشامبمان، ضاعت الأولى. سجل واحدة وضع واحدة، شاهين داخل على سلة يمرر، وهذه تصويبة ثلاثية. اوهو، تشامبمان اليوم غير ثلاثية. خالد عبد الجبار، خالد يمرر، اوهو الاسيست رائع من خالد عبد الجبار. أسست رائع من خالد عبد الجبار. شوف 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 التمريره وقراءه جيده ايضا من اللاعب تشامب الى احمد نجف، لكن لم ينجح. هنا محاوله ثلاثيه، تشامبمان في ثلاثيه رائعه للفريق الهلالي، والفارق اصبح الان 10 نقاط. هذه الثلاثيه هنا ما يميز، هنا محاوله الفريق الهلال. كرة من جديد، هذه محاولة ثلاثية. تشامبمان في الثلاثية، وهنا أيضا يطلب المدرب لينوس، يطلب وقت مستقطع بفضل هذه الثلاثية الرائعة، ورابع ثلاثية للفريق الهلالي. كرة من جديد إلى أسامة، داخل على السلة إلى تشام وتصويبه وداخل السلة. نعم داخل السلة. 24-16 الآن. هنا محاولة كانت ناجحة للاعب سويلم تحت السلة، في محاولة الآن محمد السويلم. هنا محاولات تمريرة تحت السلة، أوهو والمتابعة هنا تشامبمان أيضا من تحت السلة. استغلال، شوف رغم عدم وجود يعني مقاومة في تحت السلة بالنسبة لفريق المنامة، وعلى أيضا الفريق الهلالي